هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام 10 ذي الحجة كاملة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومها، فقد حث على صيامها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فيدخل في عموم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره. أما فعله هو بنفسه فقد جاء في حديث عائشة وحديث حفصة. أما حديث عائشة فقالت إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 قط. وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو صيامها. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي والمثبت مقدم على النافي. وأنا أريد أن أعطيك قاعدة: إذا جاءت السنة باللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ، أما العمل فليس بالشرط أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة. ولو أننا قلنا لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به لفات علينا كثير من العبادات، ولكن أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه يجب علينا أن نعمل بمدلولها، سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. نعم.